سؤال محير كل زوجين بعد الزواج حديثا، امتى يروحوا الاستشاري علشان الحمل؟ بعد مرور سنة، مش قبل كده، بس في بعض الأحيان ممكن نروح قبل سنة إذا كان عمر السيدة فوق 35 سنة، إذا كانت عاملة عمليات فتح بطن، إذا كانت دورتها غير منتظمة، أو في دوالي في الخصية عند الزوج، كده ممكن نروح قبل سنة. وربنا يرزق كل زوجين بالذرية الصالحة.